دامكم سألتوا عن هالفيروس معناته مهتمين، فخذوا المعلومات الجديدة. فيروس غرب النيل هو فيروس المسبب الأول له هو قرصة بعوضة شايلها الفيروس. طيب أعراضه الجانبية أو إيش الأعراض اللي حتحس فيها؟ الأغلبية العظمى 8 من 10 أشخاص ما بيجيهم أعراض، 1 من كل 5 أشخاص ممكن يصير عنده ارتفاع في درجات الحرارة، ممكن تصير غثيان، استفراغ، إسهال، آلام عضلات مفاصل. 1 من أصل 150 شخص ممكن فعلا يصير عنده التهابات شديدة جدا، توصل لالتهاب السحايا، التهاب في المخ ويتنوم يحتاج تنويم في المستشفيات، وعلى أغلبية عمر 60 وفوق. طيب إيش العلاج؟ ما في علاج، يعني ما في دواء تاخدوه لفيروس غرب النيل، هي راحة، شرب سوائل، مسكنات، ارتاح في البيت ونام، وإن شاء الله الأعراض بتخف تدريجيا. تطعيم فاكسين، ما في فاكسين لحد اللحظة ضد هالفيروس. الفكرة وين؟ نتجنب الأماكن اللي يكثر فيها البعوض، الأماكن اللي فيها تجمعات مية راكدة، البسوا طويل لما تطلعوا مزارع أو أماكن فيها بعوض. هذه كل الفكرة، وهي الفيروس وهي آخر أخباره. طبعا في نقطة صح قبل ما ننسى، الشخص اللي يصاب بهالفيروس ما بنفع يتبرع بالدم لمدة 4 شهور. سلام.